السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناة أم سندس. اليوم جيتكم فيديو جديد ونهار جديد. اليوم الجمعة إن شاء الله. يلا جيت ديت بنتي تاليكول. دابا غادي نمشي نتقضى شي حاجة بالزربة وغادي نمشي باش ندير سكسو معاكم. غادي نشارك معاكم الكوموند اللي عندي. فبقاو معايا حتى الاخر تاع الفيديو وما تنساونيش متشجيعاتكم بلي لايك ولي كومونتير والبارطاج تاع لا فيديو مع اصحابكم وحبابكم وفي المواقع التواصل الاجتماعي. ودابا غادي نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. هنايا صافي راه دخلت المكازا. شوفوا معايا قد الدلاحه قدا قد البطيخه. هنايا المهم هادو تاع بيو فين كاينين الحويجات بيو. بغيت نشارك معكم غير لالويفيرا اللي بغات تشريها. راه كتكون رخيصه في اوشو وزوينه بزاف الاستعمالات للشعر الوجه. هادي حسن، هادي طبيعيه حسن من هذيك اللي كنشريو فيها المواد الاخرين. وبغيت نقول لكم حاجه اخرى بالنسبه للبنات اللي ساكنين في اوروبا اللي كيشريو هاد باندومي، ردوا بالكم راه كيكون فيه الكحول. شحال مره كنبغي نقولها لكم كنسى. مهم هنايا جابت الفرصه، راه كنت ياند الكحول ديما. ردوا بالكم، قراو ديما قبل ما تاخذوه باش تاخذوا اللي ما فيهش. هنايا المكازا في الصباح كتكون خاويه. انا كيعجبني نمشي نتقضى خصوصا فاش ما كيكونش البشر بزاف، غير كيكون البشر كنتلف كنسى كاع داكشي اللي بغيت نتقضى. كيعجبني فاش كيكون خاوي. وهنايا غادي ناخذ هذا الكوفيتير، غادي ندير الريش بوند. وبالنسبه للكسكسو هنايا غادي ناخذ الداري اللي كنستعمل ورقيق. هذا الرقيق كيعجبني بزاف. هنايا صافي من بعد ما رجعت حطيت بنتي مشيت تقدات شي حاجه وجبتني سكسو اليوم الجمعه باش نديرو ان شاء الله. غادي ندوز دابا باش ندير معكم سكسو وعاد غادي ندوز نجمع الدار ونسبق الغدا حيت 12 كنجيب بنتي ضروري تغدى. وهنايا الخضره صافي راه قشرتها، دايره غير خيزو مع الكورجيت والقرعه الحمراء، داكشي اللي كناكلو في سكسو. وكندير ليه الحمص. صافي ديك الخضر الاخرين كنزيدهم غير كنلوحهم، حتى واحد ما كيبغيهم. وهنايا صافي راه نصبت. دابا غادي ندوز باش نصاوب سكسو نفتلو. وهنايا صافي غادي ندوز باش ندير سكسو. غادي ندير غير نص تاع الباكي، ما غاديش ندير كاع كيلو نص كيلو اللي غادي ندير حيت حنايا غير ثلاثة. المهم انا كنستعمل هذا الرقيق كيعجبني ديما سكسو يكون رقيق. نوريكم طريقتي باش يطيب دغيا. ما كنديرليش انا ثلاثة التخويرات، كندير ليه غير جوج تخويرات. دابا غادي ندوز باش نبسبسو بالزيت، ندير ليه شويه الزيت. وهنايا صافي كنغطيه بالماء. هنايا واخا نعمرو بالماء ما تخافوش راه ما كيتعجنش. دابا نوري لكم من بعد ما غادي ينشف. ودابا غادي نخليه باش يشرب الماء وعاد غادي ندوز نكمل معكم. صافي من بعد ما تشرب ليا كما كتشوفوا راه قلت لكم ما كيتعجنش، هانتوما كتشوفوا. وهنايا صافي غادي ندوز باش غادي نديرو في الكسكاس وندير ليه التفويره الاولى، كنخليه ساعه.
دابا غادي ندوز باش نجمع الصالة كما كتشوفوا، حيت الزربية الكبيرة، حيت يلا غسلت كلشي. هادشي دابا غادي ندوز باش نكمل هادشي ونرجع لكم. وهنايا غادي ندوز باش ندير شويه تاع البخور. هنايا ديما كندير انا الالومنيوم باش ما توسخش ليا وكتبقى ديما نقيه هاد المبخره. وهنايا غادي نستعمل هاد بخور التراب الذهب، شري جبتهم معايا من المغرب. صافي غادي ندوز باش ندير ليه التفويره الثانيه. غادي ندير ليه شويه تاع الماء عاوتاني ونردو يتفور. صافي راه كنحيدو وكندير ليه الزيت والملحه. كندير ليه غير جوج تفويرات كما قلت لكم، داكشي غير كنخليه في الاول ساعه. هنايا راه صافي ها المرقه واجده. دابا حيدت باش حيدت هذا باش ندير ليه شويه تاع الزيت وشويه تاع السمن وصافي. صافي راه خرجتو، راه درت ليه شويه تاع الزيت البلديه، ها السمن شويه تاع السمن والملحه. ودابا غادي ندوز باش غادي نسكي السكسو تاعنا ونرجع لكم من بعد. وهنايا صافي هي الزلافه، من بعد ما سكيتها دابا غادي ندوزو باش نتغداو ونرجع باش نشارك معكم الكوموند اللي عندي. وهنايا غادي ندوز باش غادي نعجن المسمن. راه غير كنجمع العجينه ما كندلكو ما حتى حاجه، حيت انا دابا غادي نعجنو اليوم وغادي نخليه حتى لغد لي الصباح عاد غادي ندوز باش نخدمو. كنلقى العجينه رطبه ومرخيه وكتساعدني في الخدمه. كنصحكم اي وحده كدير لي كوموند ولا بغات ديروا الصباح الفطور، عجني بالليل وكتنوضي الصباح كتلقايه مرخيه العجينه وكتساعدك مزيان وكيجي المسمن زوين. هادي نصيحه نقولها لكم. وهنايا ما استعملتش العجانه حيت الكميه اللي عندي كثيره، ما غاديش تكفيني العجانه، خصني حتى نعجن ونديرو في العجانه يتعجن ونحيدو. من الاحسن غادي نخلطو في هذا البانيو ونتهنا. وهنايا غادي نزيد نشارك معكم الدقيق اللي كنستعمل. انا كنستعمل ديما تاع ليدل هذا الاحمر، لا في الحلاوي لا في العجين، في كل شيء راه زوين بزاف، كننصحكم به. صافي هو كما كتشوفوا راه غير كنجمعوا ما كندلكم حتى حاجه. دابا غادي نغطي ونخليه حتى لغد ليه وغادي نخدموا معكم ان شاء الله. دابا بكري مع ديك السمعه غادي ندوز باش ندير المسمن، باش نصوب المسمن وهانتوما معايا. هنا كما قلت لكم راه عجنتو من البارح، شوفوا معايا راه صافي طلاق راسو. هنايا كناخد الميزان غير باش نديرو نفس لاطي نفس العبار، ديما كندير نستعمل الميزان. هنايا صافي حبس كيما قلت لكم قبيله، حبس مشيت نصت باش يطيب الغدا في نفس الوقت ورجعت باش نسالي. صراحه هاد البلانشا دغيا كتعاون، دغيا كنسالي. هنايا كندير الخميره مع الزبده، ديما انا كنخلطها مع الزبده وكنزيد ليها شويه تاع الزيت وصافي. غادي ندوز باش نخلطهم.
مهم هنايا كنستمر بنفس الطريقه حتى نسالي المسمن تاعي. بالنسبه للوصفه تاع المسمن والطريقه تاعي بالضبط غادي نخلي لكم لوليان تاعو في صندوق الوصف، وكنتمنى انكم تفرجوا فيه ويعجبكم. وهنايا غادي نخليكم مع الفيديو. عمر وهاشم السفيره درتو في هذه البوطه كما كتشوفوا. دابا غادي ندوز باش نسدو. واخيرا صافي كملت داكشي اللي بقى لي، راه تقريبا 40 ولا اكثر من 40 اللي درت. هنايا غادي ندوز باش ندير واحد 10 تاع لا كوموند اخرى ان شاء الله، وغادي نخرج نتقدى شي حاجه وغادي نرجع لكم من بعد. داكشي اللي درت راه غادي نشاركو معكم. درت البريوات بالكفته تا هما كوموند يطيبوا لي، عاد غادي نخرج. وهنايا الكوموند الثانيه اللي وشت البريوات اللي طيبت معاكم كما كتشوفوا، درتهم بالكفته والبصله والخيزو والفلفله. هنايا بغات غير جوج مسمنات والبطبوطه كبيره. وهنايا صافي ساليت، غادي نسدها ونتسناها باش تجي. وهنايا صافي وصلنا للخر تاع الفيديو، غادي نخليكم هنايا. وبالنسبه لي كوموند اللي بغات اسئله عليها تخليهم ليا في لي كومونتير، وان شاء الله ندير لكم فيديو جديد على لي كوموند كيفاش بديت، ونعطيكم المهم نعطيكم افكار كيفاش تبديت. ودابا غادي نخليكم تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه عليكم.